طيب بصوا يا شباب، احنا توقفنا في الميتنج اللي فات ازاي نتوقع سنه واحده بس بعد الجدول. بصوا تعالوا بس نتفق ان احنا هتبقى المشكله عندنا في حاجتين، ان انا عشان اجيب واي فوركاست ال 13 بتاعت السنه الجديده انا محتاج 4 سنين قبلها، لكن في الجدول انا ما عنديش 4 سنين قبلها، انا عندي لحد واي 11 بس. يعني انا عشان اجيب واي فوركاست 12 محتاج الاكتوال فاليو بتاعت 9 و10 و11 و12. انا معايا 9 و10 و11 لكن معيش 12، فعايزين نشوف بنحل دي ازاي. وعشان نجيب الايرورز الجديده انا محتاج اجيب ار اس اي 12 اللي هي ار اس اي بتاعت السنه اللي قبلها، فانا برضو معيش القيمه الاكتوال بتاعت واي 12، فمش هعرف احسب الايرور بتاع السنه ال 12 اللي هيخليني اجيب ار اس اي 12. الكلام ده بنعمله كالتالي يا شباب، انا عشان اجيب واي فوركاستد بتاعت تاني سنه بعد الجدول مكان اكتوال فاليو بتاعت واي 12 بحط واي فوركاستد بتاعتها، يعني هي بتبقى واي 9 زائد 10 زائد 11 زائد واي فوركاستد 12 مش الاكتوال فاليو، لان انا ما عنديش الاكتوال فاليو دي. فاول حاجه عرفنا نحلها ازاي، اللي هي واي 12 دي مش موجوده عندي فحطيت مكانها الفوركاستد فاليو بتاعت السنه اللي قبلها. نيجي يا جماعه على الايرور، انا محتاج ار اس اي 12، فمحتاج اجيب الايرور بتاع السنه ال 12 واعمله سكوير واجمعه على الاس اس اي 11 عشان اجيب اس اس اي 12، اجيب السام اوف سكوير دي ايرور بتاع السنه ال 12. احنا بنجيب الايرور يا جماعه، المفروض ايرور بتاع السنه ال 12 ده يكون بيساوي الايرور بتاع السنه ال 12 المفروض بيساوي واي 12 ناقص واي فوركاستد 12. انا ما عنديش واي 12، بحط مكانها اخر قيمه في الجدول عندك، حط مكانها الاكتوال فاليو بتاعت السنه ال 11 مش السنه ال 12. وما ينفعش نعملها زي ما جبنا الواي فوركاستد، يعني ما ينفعش اشيل واي 12 هنا واحط مكانها واي فوركاستد 12، لان انا لو عملت كده يا شباب يبقى كاني بقول له ان الايرور بتاع السنه ال 12 بيساوي صفر، واي فوركاستد 12 بس واي فوركاستد 12 زيرو. عشان كده مكان الاكتوال فاليو مره بحط الفوركاستد فاليو وانا بجيب واي فوركاستد 13، ومره بحط اخر قيمه في الجدول وانا بجيب الايرور. فاحنا يا جماعه بعد ما جبنا القيمه الفوركاستد بتاعت السنه ال 12 بالرينج بتاعها قبل ما نخش في اللي بعدها بجيب الايرور. الايرور بتاع السنه ال 12 هو عباره عن واي فوركاستد 11 اخر سنه في الجدول اللي هي 3955 ناقص واي فوركاستد اللي انت جبتها اللي هي 3453. جبت الايرور بتاع السنه ال 12، بعد كده يبقى السام اوف سكويرد ايرور بتاع 12 هو اس اس اي 11، هو السام اوف سكويرد ايرور بتاع ال 11 زائد ايرور السنه ال 12 ده سكويرد. جبت السام اوف سكويرد ايرور الجديد، تروح جايب ار اس اي جديد قاسم من اس اس اي 12 على ان ناقص كي. خد بالك انت دلوقتي جمعت ايرور زياده، فالان بتاعتك بقت 8 مش 7 زي المره اللي فاتت، والاي ثابته بواحد، وبعدين الزد تروح جاجع على الجدول تاني واخد القيمه اللي تحت اللي انت لسه جايبها. يعني انت في اول سنه كنت جايب القيمه عند 7 ايرورز اللي هي 2.365، السنه اللي بعدها يبقى 2.306، تاخد السنه اللي تحتها على طول، يبقى الزد بتاعتك من الجدول ب 2.306 بقى معايا زد 12 والار اس اي 12 ومعايا واي فوركاست 13. اقدر احسب الانترفال بتاعتي اللي هي اجمع الفوركاستد فاليو زد في ار اس اي واطرح منها زد في ار اس اي، يبقى السنه 13 الفوركاستنج بتاعها ما بين 1944 وبين 5167، وانا كده ضامن بنسبه 95% ان الباور او ان الانرجي في السنه دي هتبقى جوه الرينج اللي انت مطلعه ده. عشان نجيب السنه اللي بعدهم اللي هي هو كان طالب مني 3 سنين بعد الجدول، خلاص بقى احنا عرفنا الفكره، قبل ما اخش على السنه الجديده احسب الايرور بتاع السنه اللي انا لسه جايبها دلوقتي. واي 13 بيساوي واي فوركاست 13، انا اسف الايرور بتاع 13 بيساوي واي 13 ناقص واي فوركاست 13. ما عنديش واي 13 يا باشمهندس، خد اخر سنه في الجدول اللي هي 3955. تجيب الايرور بتاع السنه 13 وبعدين مع الاس اس اي اللي فات اللي هو بتاع السنه اللي قبلها على طول، اللي هو الاس اس اي 12 ده مع اس اس اي 12 مع الايرور بتاع السنه 13 تربيع يطلع معاك الاس اس اي. خش على واي فوركاست بتاعت السنه الجديده اللي هي واي فوركاست 14، ده المفروض يبقى عندي واي 13 واي 12 واي 11 واي 10.
انا معايا الاكتوال فاليو بتاعت 10 و11 بس معيش الاكتوال فاليو بتاعت 12 و13. خد يعني واي 12 دي هتحط مكانها واي فوركاست 12، واي 13 هتحط مكانها واي فوركاست 13. جبت الفوركاستنج معاك الاس اس اي سنه على ان ناقص كي، طبعا ان بقت 9 ازيد من المره اللي فاتت بواحد، ازيد من المره اللي فاتت بواحد، وتجيب الزد الجديده وتحط الرينج بتاعك، تجمع زد في ار اس اي وتطرح زد في ار اس اي، يبقى واي فوركاست بتاعت السنه ال 14 هو بالرقم ما بين الرينج اللي هو 2060 و50 86، وانا ضامن بنسبه 95% او بريدكتد بنسبه 95% ان الباور عند السنه ال 14 اللي هي سنه 93 هيبقى جوه الرينج ده. بص يا جماعه بعد كده الاثنين فاكتورز بقى اللي قلت لكم، التو فاكتورز دول هم اللي بيحكموا على الطريقه بتاعتي، الطريقه بتاعتي دي كويسه ولا مش كويسه. الاثنين فاكتورز دول اسمهم الادجستد والان ادجستد كوفيشنت اوف ديترمينيشن، اللي هم ار سكويرد وار سكويرد بار. بصوا المعادله بتاعتهم يا جماعه بتاعت ار سكويرد دي هي 1 ناقص مجموع واي ناقص واي فوركاستد، واي ناقص واي فوركاستد سكويرد يا جماعه دي هي الاس اس اي. وانا عايز احكم على الطريقه بتاعتي كويسه ولا وحشه، فمالكش دعوه بالسنين اللي بعد الجدول، تشتغل على اخر حاجه ليها قيمه عندك. يعني اللي فوق ده هو اس اس اي 11، هو السم اوف سكويرد ايرور بتاع السنه ال 11 اللي انت جايبه من الجدول، اللي هو انت جايبه من الجدول هنا يا باشمهندس، مالكش دعوه باللي هي بتاعت اس اس اي 12 ولا 13، لان الطرق دي كلها او كل السنين اللي بعد الجدول دي بريدكشنز، فما ينفعش ادخلها وانا بحكم على الطريقه بتاعتي كويسه ولا لا. فاول حاجه عندي موجوده فوق هنا في البسط بتاعي اللي هي اس اس اي 11. اللي تحت منها بقى يا شباب دي كده هي واي ناقص واي افريج. واي افريج دي يا جماعه بقى هي الافريج فاليو بتاع كل قيم الباور اللي في الجدول، يعني هي مجموع الوايات، مجموع الباورز اللي جيفن عندك مقسوم على عددهم. انا عندي جيفن 11 سنه، عندي جيفن 11 سنه يا باشمهندس، تجمع الباورز دي كلها وتقسمها على 11 تجيب الواي بار دي اللي هي القيمه الافريج بتاعت الهيستوريكال داتا، وتطرح بقى كل سنه من الافريج وسكويرد وتجمعهم كلهم، يبقى انت كده كمان جبت المقام اللي موجود في الار سكويرد. البسط بتاعك هو الاس اس اي، والمقام اللي تحت ده هو اخر عمود في الجدول اللي قلت لكم خلوه للاخر، اللي هو عباره عن الواي اكتوال ناقص الواي افريج، كل ده سكويرد واجمعه. نطلع الار سكويرد دي يا شباب، دي الفاكتور اللي بيحكم اللي بنحكم بيه على الطريقه بتاعتنا كويسه ولا وحشه. بعد كده في عندي ار سكوير اللي هو الادجستد بقى اللي هو ار سكويرد بس بار، هو نفس القانون بس بدل ما بجمع الاس اس اي بقسمه على ان ناقص كي، الكي بواحد والان ده عدد الايرز اللي انت مجمعها اللي هو 7. نطلع الار اس اي ونطلع انا اسف نطلع الار سكويرد ونطلع الار سكويرد بار، يبقى انا كده هقدر احكم على الطريقه بتاعتي دي كويسه ولا وحشه. وناخد بالنا الفرق ما بين الار بار والار العاديه ان انا فوق هنا قاسم على ان ناقص كي وتحت ان ناقص واحد، ولان طرق السموثنج كلها الكي بتاعتها بتساوي واحد يبقى ده هيروح مع اللي تحت، فيبقى الار بار بيساوي الار زي ما هو، ار بار سكويرد هو ار سكويرد، مفيش اي فرق بين الاثنين في كل طرق السموثنج، لان كل طرق السموثنج يا جماعه الكي بتاعتها بتساوي واحد. انا هعمل اميوت للناس كلها لاني محتاج اسمع منكم لو حد عنده اي مشكله في المساله دي او اي حاجه واقعه منك في المساله دي، فاللي عنده مشكله يقولها دلوقتي. الرقم اللي هو ار بار ده اللي هو طلع نص، ماشي النص ده يعني عبر لي قد ايه ان البريدكشن بتاعي مظبوط، يعني ما انا ما اعرفش. بص كل ما الار اس اي ده يبقى رقم قريب من الواحد يبقى الطريقه بتاعتك كويسه، يعني احسن ار اس اي المفروض تكون بتساوي 100%، بس هي طبعا ما تطلعش 100%، كل ما يبقى قريب من واحد يبقى انت مطلع تكنيك كويس. طب معلش سؤال تاني، هو ده والار بار يبقوا قريبين من الواحد يبقى انت التكنيك بتاعك ده تكنيك كويس، كل ما يبعدوا عن الواحد يبقى التكنيك ده تكنيك وحش. تمام، هو يعني الجزء ده ما اسموش بلانج، يعني انا ما اقدرش مثلا اعمله على
على مساحه فاضيه خالص، لان انا ما اعرفش اللودز يعني الاحمال اللي قبل كده بتاعت السنين اللي فاتت. انا داخل على منطقه جديده. تاخد الاحمال الهيستوريكال داتا بتاعت منطقه زي المنطقه اللي انت هتشتغل فيها، بمعنى ان انت بتديزاين مدينه جديده مساحتها 100 كيلو، فبتشوف اي مدينه عندك كانت ظروفها زي ظروف المدينه دي، كانت مساحتها 100 كيلو برضو وكل حاجه، وتشوف الهيستوريكال داتا بتاعتها. يعني بتاخد هيستوريكال داتا المكان اوريدي موجود. تمام، مش تمام، شكرا. ماشي يا جماعه. طيب مش مهندس، هو احنا دلوقتي لما كنا بنجيب الواي اكشوال بتاعت مثلا السنه ال 12 تمام، اللي هي من كده عندي، كنا بنحط اخر اخر حاجه عندنا في الجدول مكان الواي اكشوال. على حسب، لو انت بتجيبي الايرور بتحطي اخر حاجه في الجدول، لو انت بتجيبي الفوركاستد فاليو بتحطي القيمه الفوركاستد بتاعتها. يعني لو انا بجيب الايرور بتاع السنه ال 12 اهو، انا عايز واي 12، انا الايرور بتاع السنه ال 12 ده عباره عن واي 12 ناقص واي 12 كاب، انا ما عنديش واي 12 فحطيت اخر سنه في الجدول. لكن وانا بجيب القيمه او انا بجيب واي فوركاستد 13 كنت محتاج واي 12، حطيت واي فوركاستد 12. يعني قيمه الاكتوال فاليو بتاعت السنه ال 12 اللي هي مش في الجدول، يا اما احط الفوركاستد مكانها وانا بجيب الفوركاستد فاليو بتاعت السنه الجديده، يا اما احط مكانها اخر قيمه في الجدول وانا بجيب الايرور. طب هو انا ليه ما اخدهاش قيمه من الرينج اللي انا طلعته؟ يعني انا ليه طلعت الرينج ده قدام انا مش هستخدمه بحاجه؟ لا مش قادر، ما اقدرش اجاوبك، يعني ما عنديش المعلومه دي. ليه بناخدها اخر سنه في الجدول وما بناخدهاش حاجه من جوه الرينج ده؟ لا ما اقدرش اضمن، لان اصل كده الرينج ده ملوش لازمه. انت الرينج عندك يا باشمهندس دلوقتي من 1735 ل 5171، تاخديها كام؟ لا يعني ناخدها مثلا قيمه في النص مثلا او المتوسط بتاعهم. ما المتوسط بتاعهم هو لايف فوركاست، الافرج بتاع الرقمين دول هو واي فوركاست، انت جامعه رقم وطرحه نفس الرقم، فالقيمه الافرج اللي في النص هي واي فوركاست 12. فلو انت خدت واي فوركاست 12 هيطلع عندك الايرور بصفر. تمام. انا ما عنديش اي افضليه لاي قيمه جوه الرينج ده، فما اقدرش اخد واحده منهم، واحده منهم يعني. اصل فرضا مثلا القيمه اللي قبلها كانت بعيده عن الرينج خالص، كانت اكبر من الرينج او اقل من اقل رقم في الرينج، برضو هاخدها علشان بنفس. كده، ما هو علشان كده التكنيكس دي بنستخدمها للشورت تيرم فوركاستنج مش اللونج تيرم. طيب تمام. علشان كده ما بنستخدمهاش عشان نتوقع سنين كتير قوي، بتوقع سنين قليله بعد الجدول. اوكي. تمام؟ طيب احنا كده خلصنا يا جماعه اول طريقه من طرق السموثنج، ولو احنا فهمنا الطريقه دي يبقى او فهمنا المساله دي وخطوات الحل اللي احنا عملناها، يبقى احنا نقدر نحل اي طريقه سموثنج، لان الفرق الوحيد ما بين كل طريقه والثانيه في ازاي بحسب الواي كاب، ازاي بحسب القيمه بتاعت الفوركاستد فاليو، ازاي ببنى العمود ده اللي هو واي فوركاستد واي كاب. بصوا يا جماعه، اول طريقه الموفنج افريج دي لو خدتوا بالكم انا بجمع كل سنه وبقسمهم على اربعه، يعني كان كل سنه داخله بويت 25%، كل سنه بضربها في ربع. في طريقه ثانيه اسمها الويتد موفنج افريج، هي زي الموفنج افريج بالظبط، هي بتبقى قيمه افريج بتاع الاربع سنين اللي قبل كده، بس بدي ويت للسنه القريبه اكتر من السنه البعيده. المعادله بتاعت الويتد موفنج افريج يا شباب عشان اجيب واي فوركاست عند سنه تي، باخد السنه اللي قبلها واضربها في ويت، اللي بعدها واضربها في ويت، اللي بعدها واضربها في ويت، يعني اخد اربع سنين واضرب كل سنه من دول في ويت معين. يعني فوق هنا في الموفنج افريج العادي واي تي ناقص واحد مضروبه في ربع، واحد على اربعه، تي ناقص اتنين في واحد على اربعه، تي ناقص ثلاثه في واحد على اربعه، تي ناقص اربعه في واحد على اربعه. الويت بتاع كل سنه داخله في الموفنج افريج بتاعي ثابت ب 25%. في الويتد موفنج افريج السنين الاولانيه اللي هي تي ناقص 1 بتاخد ويت اكتر من تي ناقص 2، وتي ناقص 2 اكتر من تي ناقص 3، وتي ناقص 3 اكتر من تي ناقص 4، بشرط ان الويتس كلها لازم مجموعها يبقى بيساوي 1. يعني المعادله بتاعتي لما يبقى اربع سنين تبقى دبليو 1 في واي تي ناقص 1، 2 في تي ناقص 2، 3 في تي ناقص 3، ويبقى دبليو 1 اكبر من دبليو 2 اكبر من دبليو 3 اكبر من دبليو 4. الويت بتاع كل سنه السنين القريبه اكتر من الويت بتاع السنين البعيده. بصوا يا جماعه ازاي بحسب الويتس دي، ليها طريقه على فكره في الاستاتستكس يعني، بس انتوا في الامتحان هتبقى جيفن.
في شرط لازم يتحقق ان الويتس واحد يبقى اكبر من اثنين اكبر من ثلاثة اكبر من اربعة لحد الاخر، ولازم مجموع الويتس كلها يبقى بيساوي واحد. وفي معادلة في الستاتيستكس بحسب بيها الويتس دي، ولكن في المسائل الدكتور هديك الويتس بتاعته بكام، يقول لك W1 بكذا W2 بكذا W3 بكذا، او يقول لك الويتس بتاعتك بكذا كذا وكذا وكذا وكذا. لازم تبقى انت عارف ان W1 هو الكبير، 2 اللي اقل منه، 3 اللي اقل منه. وده الفرق الوحيد ما بين الويتد موفينج افريج والموفينج افريج العادي، ازاي بحسب واي فوركاستد. تعال نشوف الكلام ده على المطلوب رقم دي في المساله الاولانيه. بصوا يا جماعه، المطلوب رقم دي في المساله الاولانيه قال لي ريبيت بارت A but using weighted four period moving average، عايز نستخدم الويتد موفينج افريج with weights كذا، مديني 0.4 0.3 0.2 0.1. W1 هي أكبر حاجة، 0.4 دي W1، بعدين W2، بعدين W3، بعدين W4. ونروح نعمل نفس اللي عملناه في المسألة دي. الحاجة بتاعتي مترتبة في تايم سيريز، أنا شيكت عليها قبل كده. أعمل نفس الجدول اللي هو فيه الـ Y forecasted، وأول أربع سنين دول ما أقدرش أجيبهم. السنة الخامسة أول سنة تقدر تجيب لها forecasting value اللي هي 0.4 في 1510، 0.3 في 1800، 0.2 في 1700، 0.1 في 1990. يطلع لي القيمة الفوركاستد بتاعت السنة الخامسة زي ما عملت اللي فاتت بالظبط، بس الفرق المعادلة اللي جبت بيها واي فوركاستد هي اللي اختلفت. عشان اجيب واي فوركاستد 6 هضرب W1 في 1800، W2 في 1700، W3 في 90 في 1990، W4 في 2108، واطلع الفوركاست. انا اسف، الويتس يا جماعه الكبيره بتبقى عند السنه القريبه، يعني هضرب 2108 في W1، 1990 في W2، 1700 في W3، 1800 في W1. نفس الكلام في القيمه الاولانيه لو انا كنت قلتها غلط برضو. يعني عشان اجيب السنه دي مثلا اللي هي واي فوركاست 8 هضرب 0.4 في 3112، 0.3 في 2608، 0.2 في 1108، 0.1 في 1990، واملى العمود ده كله. برضو ليها طريقه بالكالكوليتور في الفيديو اللي هحاول ادور لكم عليه وابعته لكم ان شاء الله. فالاختلاف الوحيد في المساله دي يا جماعه عن المساله اللي فاتت ازاي مليت العمود ده. بعدين تطرح القيمه الاكتوال ناقص الفوركاستد فاليو عشان تجيب الايرور، الاكتوال ناقص الفوركاستد عشان تجيب الايرور. جبت الايرورز كلها، تروح عامل عمود خامس في ايرور سكويرد، وتجمع الايرورز سكويرد دي عشان تطلع اس اس اي 11. بعدين يا جماعه عشان اجيب الفوركاستنج فاليو بتاعت اول سنه بعد الجدول، 0.4 في واي 11 السنه اللي قبلها، 0.3 في السنه اللي قبلها، 0.2 في السنه اللي قبلها، 0.1 في السنه اللي قبلها، يعني 0.4 في 3955، 0.3 في 3329، 0.2 في 3487، 0.1 في 3042. نطلع قيمه واي فوركاستد 12، ونفس اللي عملته، اخد اس اس اي 11 اقسمها على 7 ناقص 1 عشان اجيب ار اس اي 11، ومن الجدول اجيب الزد واجيب الرينج بتاعي بتاع الاكيورسي او الكونفيدنس انترفال. وقبل ما احسب السنه اللي بعدهم اللي هي واي فوركاستد 13 بجيب الايرور بتاع السنه ال 12. ايرور 12 ده بيساوي واي 12 ناقص واي 12 فوركاستد. ما عنديش واي 12، حط اخر قيمه في الجدول. بقى عندي الايرور بكذا، اجمع الايرور سكويرد على اخر اس اس اي انا جايبه، اطلع اس اس اي 12. بعد كده اجيب فوركاستنج فاليو سنه 1992، واي فوركاست 13 بيساوي 0.4 في واي 12، 0.3 في واي 11، 0.2 في واي 10، 0.1 في واي 9. ما عنديش واي 12، احط مكانها الواي فوركاستد 12. خلوها دي ثابته في دماغكم يا جماعه، واي 12 الاكتوال او اول سنه بعد الجدول، اي سنه ما عنديش الاكتوال فاليو بتاعتها، يا اما هاخدها باخر قيمه في الجدول وده وانا بحسب الايرورز، يا اما هاخدها بالفوركاستد فاليو اللي انا جبتها وده وانا بحسب الفوركاستد فاليوز. وانا بجيب واي فوركاستد 13، حطيت واي 12 بواي فوركاستد 12 اللي هي القيمه اللي انا لسه جايبها في المطلوب في الحته اللي قبلها اللي هي 3582. جبت واي فوركاستد 13، اجيب الار اس اي 12 اللي هو الاس اس اي اللي انا لسه جايبه من شويه 2002 اللي هو الرقم الكبير ده، اقسمه على 8 ناقص 1 عدد الايرورز ناقص 1،
واجمع واخش على الجدول اجيب الزد بتاعتي بكام واجمع زد في ار اس اي واطرح زد في ار اس اي عشان اجيب الرينج وخلاص بقى مش محتاجين اعد لكم كمان السنه الرابعه هتبقى ازاي لان هي خلاص زي المساله اللي فاتت بالظبط. فيبقى الطريقه الثانيه هي زي الطريقه الاولانيه بالظبط، الفرق الوحيد في المعادله اللي بحسب بيها واي فوركاستد. نبص على اخر طريقه من طرق السموثنج يا شباب اللي هي اسمها السيمبل اكسبوننشال سموثنج. بص يا جماعه السيمبل اكسبوننشال سموثنج بيقول لي ان واي فوركاستد عند اي سنه بيساوي الفوركاستد بتاع السنه اللي قبلها زائد الفا، ده رقم ثابت هيبقى جيفن في المساله، مضروب في واي تي ناقص واحد ناقص واي فوركاستد تي ناقص واحد اللي هو الايرور بتاع السنه اللي قبلها. يعني اي فوركاستنج بيساوي القيمه الفوركاستنج اللي قبلها زائد رقم ثابت في الايرور اللي قبلها. عشان نبدا الطريقه دي يا شباب احنا اول حاجه بنعملها اول سنه في الجدول ما بقدرش اشتغل عليها، وبعدين بيبقى واي فوركاستد 12 هو او انا اسف واي فوركاستد 1 بيبقى هو واي 1، وبعدين ابدا املى الجدول. بنبدا نملى الجدول ازاي يا جماعه؟ بقى كل سنه اجيب الفوركاستد والايرور وكده اروح نازل لتحت منها اخد الفوركاستد اللي فات زائد الفا في الايرور اجيب السنه اللي بعدها، بعد كده اروح حاسب لها الايرور وافضل انزل املى الجدول كده زجزاج. هنشوف الكلام ده على المسألة، هي برضو مسألة رقم واحد المطلوب رقم سي فيها. مطلوب سي قال لي the minus the forecasted value using t table مش عارف ايه. ما هي مسألة تانية، انا اسف مسألة تانية مش سي فيها. مسألة تانية يا جماعة قال لي اعمل في نفس الداتا بتاعت المسألة الاولانية، هات السنين من 91 ل 93 باستخدام الفا ببوينت 7. قال لي simple exponential smoothing method using alpha 0.7 ومديني confidence interval 95%. فتعالوا نشوف المسألة رقم 2. طيب في مسألة 2 يا جماعة هي نفس الداتا بتاعتي اللي هي سنين من 980 ل 990. أنا حطيت العمود بتاع التي ده عشان ما اقعدش أكتب كل شوية واي 1900 وكذا يعني. وده العمود اللي فيه القيم بتاعت الباور. اول حاجه بعملها في السيمبل اكسبوننشال سموثنج يا شباب اول سنه ما اعرفش اعمل فيها اي حاجه، واي فوركاست بتاع الثاني سنه هي واي واحد زي ما هي، انزل القيمه دي ونبدا من هنا الشغل بتاعنا. اطرح 1800 ناقص 1510 واي 2 ناقص واي 2 كاب، جبت الايرور اللي هو اي 2 عشان اجيب السنه اللي تحتها اللي هي 1713 دي اللي هي واي 3، باخد الفوركاستد 1510 زائد الفا في الايرور. 1510 زائد 0.7 في 290 يطلع معايا 1713. جبت الفوركاستد فاليو واي كاب 3، اروح طارح الاكتوال فاليو من القيمه الفوركاستد جبت الايرور. بعد كده السنه اللي بعدهم اخد الفوركاستد دي اللي هي 1713 زائد الفا اللي هي 0.7 في الايرور في ناقص 13، يطلع معايا 1703.9 اقل من الباور اللي قبلها. وبعدين اروح جايب الايرور بتاع السنه واي 4 اللي هو اي 4، وبعدين اروح واخد الفوركاست زائد الفا في الايرور جبت اي جبت واي فوركاستد 5، اروح جايب ايرور 5 واقعد املى الجدول ده كده رايح جاي زجزاج كده لحد ما املى العمودين دول مع بعض. خلصت العمودين دول يا باشمهندس المساله دي بقت زي اي مساله فاتت قبل كده. انا عايز اجيب الفوركاستد فاليو بتاعت واي 12، هي واي فوركاستد 11 زائد الفا في الايرور 11. واي فوركاستد 11 موجوده في الجدول اهي اهي، والايرور بتاعها جنب منها، يبقى اخد 3332 دي زائد 0.7 في الايرور جبت واي فوركاستد 12. ومعايا الاس اس اي في الجدول، اقسم بقى الاس اس اي على ان ناقص 1 هيطلع لي الار اس اي 11، واجيب الزد من الجدول بتاع النورمال ديستريبيوشن واجمع زد في ار اس اي واطرح زد في ار اس اي اروح مطلع الرينج ده. ناخد بالنا بس من حاجه مهمه يا شباب، ان احنا في الطريقه دي مش زي الطرق اللي فاتت. في الطريقه دي انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ايرورات في الجدول عرفت اشتغل عليهم، يعني عندي 10 ايرورز. فعشان كده الان اللي تحت هنا في اول مره مش 8 مش 6 زي الطرق اللي فاتت او 7 كانت. في الطرق اللي فاتت كانت 7،
لا هنا مش 7 يا جماعة، هنا هي 10، لأن أنا واخد ايرورز أكتر. وبعدين أجيب الايرور بتاع السنة ال 12 دي، اللي هو المفروض واي 12 ناقص واي 12 فوركاستد. ما عنديش واي 12، حط آخر قيمة في الجدول. جبت الايرور 12 تجمعه سكويرد على الاس اس اي عشان تجيب الاس اس اي 12. وبعدين وانت بتجيب واي فوركاستد 13 المفروض بتساوي واي فوركاستد 12 اللي انا لسه جايبها زائد الفا في الايرور بتاع 12 اللي انت جبته اهو، اللي هو 186.66. يبقى رقم الفوركاستد اللي فوق اللي هو ده زائد الفا اللي هي 0.7 في الايرور اللي هو 186، جبت واي فوركاستد 13. وبعدين تكمل بنفس الطريقه اللي كنا بنكمل بيها قبل كده، جبت الواي فوركاستد ومعاك الار اس الاس اس اي، تجيب الار اس اي وتجيب الزد من الجدول وتجمع زد في ار اس اي وتطرح زد في ار اس اي، جبت الكونفيدنس انترفال بتاع واي 13 وزيها 14 بالظبط. بصوا يا جماعه، الطرق بتاعت السموثنج دي احسن طريقه فيهم او اكتر طريقه بتطلع لي نتائج كويسه هي الطريقه اللي احنا لسه متكلمين عنها دلوقتي، اللي هي السمبل اكسبوننشال سموثنج، ويجي بعدها الويتد موفينج افريج، ويجي بعدهم اقل طريقه الموفينج افريج العادي. الطرق الجايه اللي هنتكلم عليها، احنا هنقفل الميتنج دلوقتي ونفتح ميتنج ثالث علشان التايم فاضل فيه 8 دقايق ومش هينفع نشرح طريقه جديده، لان الطريقه دي مختلفه خالص عن الموضوع ده. فهنقفل الميتنج دلوقتي ونفتح ميتنج ثاني. الطرق الجديده اللي هنتكلم عنها اللي هي الريجريشن، السمبل ريجريشن بتاعتنا دي بتاعت الميديوم رينج، يعني دي بتطلع اكيوريسي احسن من طرق السموثنج. فاحنا هنقفل الميتنج دلوقتي ونفتح ميتنج جديد للطرق اللي هي بتاعت الريجريشن مودلز. برضه يا جماعه هقفل الميتنج ده وهفتح ميتنج تاني على نفس اللينك اللي احنا شغالين عليه، وبعد ما نخلص خلاص هرفع لكم الثلاثه ميتنجز، يعني كل ميتنج لوحده. ماشي يا شباب، حد عنده مشكله؟ انا فاتح المايكات للناس ولا اقفلها؟ انا فاتح المايكات للناس كلها. حد عنده مشكله يا جماعه لحد دلوقتي؟ حد وقع منه حاجه؟ طيب هنقفل الميتنج ده وافتح ميتنج تاني، وبرده هنستنى 5 دقايق عقبال ما الناس تخش، وبعد كده نبدا نكمل شغل.